وهذا سائل يقول: نعلم أنه يجب العدل بين الزوجات في المبيت، فهل يجب العدل في الوطئ أم لا؟ إذا تمكنت من العدل في الوطئ افعل هذا، وإما تمكنت فليس هذا بلازم، هذا ما هو بيدك ولا هو ما تستطيعه، لكن إذا كنت تستطيع افعل هذا، جزاك الله خير، هذا طيب. نعم.